انتخب مجلس النواب الليبي محمد الشكري محافظا للمصرف المركزي في خطوة قوبلت بالرفض من جانب ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس. المزيد حول هذا الجدل والرفض في هذا التقرير نتابع. فيما يعد إلقاء حجر في مياه الراكدة، انتخب برلمان طبرق شرقي ليبيا محمد عبد السلام الشكري محافظا جديدا لبنك ليبيا المركزي في خطوة قوبلت بالرفض من جانب المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس الذي أكد معارضته لما وصفه بالتصرفات الانفرادية. الشكري وعقب أدائه لليمين أكد خلال كلمته أن مصرف ليبيا المركزي سيكون له دور فاعل مع مؤسسات المجتمع الدولي في حلحلة الأزمة الاقتصادية والمالية في ليبيا والقضاء على الإرهاب. توقعات الخبراء لسنة 2018 حيكون في حدود 30 مليار، أكثر من ضعف السنة الماضية. محافظ البنك المركزي التابع لحكومة الوفاق في طرابلس الصديق الكبير اعتبر أن الخطوة التي أقدم عليها برلمان طبرق بتعيين محافظ جديد للبنك مخالفة للاتفاق الذي وقعه الفرقاء الليبيون بمدينة الصخيرات بالمغرب قبل عامين. ليبيا التي تعاني من انقسام سياسي وأزمات اقتصادية لديها مصرفان مركزيان، الأول في طرابلس يرأس الصديق الكبير ويعترف به المجتمع الدولي وتذهب إليه إيرادات النفط، والثاني في البيضاء شرقي البلاد ويصفه المجتمع الدولي بالبنك المركزي الموازي. محللون اقتصاديون أشاروا إلى أن الصراع بين المصرفين المركزيين في ليبيا أدى إلى استفحال أزمة السيولة بالمصارف الليبية خلال العامين الماضيين وألقى بظلال كثيفة على المواطنين والاقتصاد بسبب صعوبة السيطرة الأمنية على المصارف في ظل الانفلات الأمني والانقسام السياسي.